ربنا يصبر يا ربنا لا يا رب والنبي يا ابني والله العظيم تحتان ربنا يطمن عليك هنعمل لك كل اللي انت الله يخليك يا ابني ابوس ايدك من غير انت تغوري ابوس ايدك يا ابني ده اقوى كم من اللي شفتك ربنا يبارك كن بخاطرك يا ابني يا امك ولاد الحلال ويستر عليك كل وحش يا ابني ويزرع ذلك لحد ابدا ولا يدخل في قلبك المرض يا ابني امين امين ويستر عليك يا حبيبي ربنا يستر عليك وينصرك على من يهديك يا ابني ما تشيليش الهم والنبي يا ابني اكسب والنبي لو اقدر اعمل الحاجه دلوقتي اللي اعملها دلوقتي وانا واقف كده تعبان والله على عيني كل حاجه هتتعمل تعبان يا ابني مش محتاجه تقولي لي انا شايف على عيني تعبان يا ابني لا عند المستشفى كل حاجه ربنا يستر عليك وعليك وينجيك يا ابني ويخليك مش عايز يبعد عنك ولاد الحرام اللهم امين يبعد عنك ولاد الحرام والعصيين امين يا رب العالمين يسترك على مين يهديك يا رب امين يا رب ولا يدخل في جسمك المرض ابدا جميعا ولا يذلك لحد ابدا امين يا رب يجعلك مستور يا امين يا رب يجعلك مستور كل خطوه يجي لك سلام يا حبيبي ربنا يستر عليك يا ابني الف سلامه يا رب شوف الحاجة دلوقتي تطلع دلوقتي من هنا تمام على عيني يا انا كنت بوقف الاتوبيس عشان اركب وزعق لواحد بقول له مش توقف الاتوبيس عشان اركب قال لي حاجه الحكومه جايه ورايا قلت له طيب يا ابني وقفت كده لقيت اللي بيندى عليه بيقول لي كلمي يا حاجه قلت له كلم مين يا ابني قال لي كلمي سيسي فروحت بصراحه انسان طيب طيب ربنا ينصره على مين يا دي وطيب جدا 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 في شاب المرض هو اللي جابني هنا وهو اللي وسع عليا وهو اللي قال لهم اركبوها العربيه وودوها على طول اقل حاجه تعملها اعملوها لها ربنا يديله صحته يا ابني